اتكلمنا عن جزر كتير زي الكاريبي وزي المالديف وزي جزر القمر وزي الجزر الفرنسية. النهاردة انا هكلمك عن افضل جزر في العالم وارخص جزر وتعتبر اكبر وجهة سياحية بموجب الاتفاقية الدولية للسياحة. هكلمك عن جزر بالي. جزر بالي يعني الجمال والروعة، يعني الشواطئ الساحرة. مبدئيا جميع الدول العربية لا تحتاج تأشيرة للوصول إلى جزر بالي، ولكن لو أنت من مصر أنا أحب أقولك لو أنت ما عندكش مهنة في جواز السفر بتحتاج تصريح أمني ماشي، لكن لو عندك مهنة أو سجل تجاري وبطاقة ضريبية تقدر تسافر إلى جزر بالي بدون تأشيرة وبتوصل إلى مطار جاكرتا، لأن جزر بالي ما فيهاش وصول مباشرة، لازم توصل مطار جاكرتا في اندونيسيا وبعدين تاخد طيارة من جاكرتا الى جزر بالي. جزر بالي تعتبر أرخص جزر في العالم للسياحة، بمعنى إن في جزر القمر أو جزيرة مايوت أو جزر المالديف تقدر تصرف $100 في اليوم، لكن في جزر بالي تقدر تصرف $10 في اليوم تاكل وتشرب وتسكن في هوتيل أو هوستل في جزر بالي. جزر بالي افضل وجهة سياحية داخل اندونيسيا. احنا عارفين اندونيسيا الشعب الاندونيسي طيب اصدقائي، تلات ارباع الشعب الاندونيسي موجود في الخليج، في السعودية، في الامارات، في الكويت، بمعنى صح ان الشعب الاندونيسي طيب جدا جدا. يعني انت لو وصلت جزر بالي هتتمتع بخدمات في قمة الروعة في جزر بالي. وانت في جزر بالي هتلاقي المناظر الطبيعية الجميلة زي التلال والجبال والمناظر الساحرة والشواطئ الرملية، وايضا زراعة الارز منتشرة جدا في جزر بالي، يعني هتحس بالامان والراحة والرومانسية في جزر بالي. افضل وقت تزور فيه جزر بالي من شهر مايو الى شهر اكتوبر، يعني في شهر 5 او 10 بيكون الجو مشمس تماما وبتكون درجة الحرارة في قمة الروعة في جزر بالي. زي ما قلت لك يا صاحبي جميع الدول العربية لا تحتاج تأشيرة للوصول إلى جزر بالي، ولكن عشان توصل جزر بالي لازم تنزل مطار جاكرتا وبعدين تاخد طيارة تانية إلى جزر بالي،
جزر بالي تعتبر أكبر وجهة سياحية في العالم وأرخص الجزر للسياحة، لشهر العسل، للقاء، للحبايب، لكل حاجة. جزر بالي تقدر تصرف فيها $10 يوميا، باختلاف عن جزر الكاريبي أو جزر المالديف. جزر بالي تعتبر أرخص الجزر السياحية بموجب الاتفاقية الدولية السياحية. العملة في جزر بالي الروبية، والروبية مرتفعة جدا أمام الدولار، يعني بمعنى صح يا صاحبي أنا زي ما أنا بقولك $10 تقدر تتفسح وتسكن وتاكل وتشرب في جزر بالي. اللهم بلغت، اللهم فشت. اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمني باللايك، وانتظرونا في الحلقات